القرش حيوان بحري مش سمكة. ما نقولش سمكة القرش لأن هو حيوان أساسا، ثدييات يعني بيلد ويرضع أو يرعى صغاره، مش شرط إنه يرضع، بس هو في النهاية ثدي، حيوان ثدي، هو حيوان مش سمكة، لأن الحيوانات بتتميز بالسلسلة الفقرية، كل الثدييات عندها سلسلة فقرية بما فيها الإنسان، لكن السمكة ما عندهاش السلسلة الفقرية، عندها زعنفرة عظمية، دي حاجة ودي حاجة تانية. وليه بقول لكم كده؟ لأنه السمك ما عندوش الذكاء اللي عند القرش. القرش حيوان ذكي جدا. فكرة إن إحنا نضرب السمك الحيوان البحري اللي هو القرش دوت بمطرقة حديد ونكسر له أسنانه زي ما حصل في مصر في الغردقة، ده جهل، لأن هو ملوش ذنب، هو مش مجرم، هو في النهاية حيوان مش مدرك أساسا اللي هو عمله. ده في واحد بيقول له أنت بتاكل الزباين، طب هو حيوان مش شغلته خالص إن هو يفكر، دي شغلته إنه يفترس. هقول لكم ليه يفترس، وهقول لكم أساسا أنواع القروش، وخد بالك في نقطة، في مصر تحديدا يعتبر من أقل الدول اللي بيحصل فيها هجمات للقرش في العالم، والناس العلماء بيقول لك إنه القرش ده آخره إيه 100 هجمة في السنة على البني آدم، لكن البني آدم بيصطاد من 70 ل 80 مليون قرش. عشان إيه؟ عشان ياخد الزعانف والكبدة بتاعت القرش ويستفيد بيها في شوربة، حساء، مرقة يشربوا، عشان بيقول لك بغني بفيتامين اي عشان البشره والشعر. الحكايه بدات لما القنصل الروسي فيكتور بورياف اعلن وفاه المواطن الروسي لوكاله تاس الروسيه نتيجه هجمه حيوان قرش مش سمكه قرش زي ما احنا بنسمعها هنا في مصر. ودي مش اول مره طبعا، والهجوم كان شرس جدا، فتقريبا لم يتبقى شيء من الجزء. الحيوان اسمه حيوان ايه؟ قرش التايجر. ودي مش أول مرة قرش التايجر يعمل هجمات عندنا في مصر. قبل كده أكل كتف بدراع كده لسائحة، قبل كده أكل سائحتين تقريبا لقوا مصرعهم في 2022، وفي 2020 حصل برضو نفس الحكاية مع سائح أوكراني فقد دراعه وكتفه كده، والمرشد السياحي فقد ساقه. في 2018 القرش قدام سواحل البحر الأحمر التهم سائحة أوكرانية ما خلاش منها حاجة تقريبا. في ديسمبر 2010 أسفر هجوم القرش عن مقتل سائحة ألمانية، وكان في سائحة روسية معاها بطلوا أطرافها الأربعة، ومعاها سائحة من جنسية أخرى مش عارفين أصلا الجنسية ومش عارفين يحددوا الهوية بتاعت الضحية. القرش التايجر اصلا شهيته مفتوحه جدا، فانت مش هتعاقبه وتكسر له اسنانه، هو اساسا بياكل يعني لما بيفتحوا بطنه احيانا بيلاقوا اطارات سفن، عارف الكاوتشات بتاعت السفن دي بيلاقوها في بطنه، بيلاقوا لوحات معدنيه او لوحات ترخيص بتاعت السفن، بيلاقوا اجزاء من نفايات بشريه وهدوم بني ادمين ولبسهم وشوزاتهم في بطنه، هو مش عنده معدة واحدة، ده عنده 3 معدات. وبيلاقوا كمان حاجات كتيرة جدا غير السمك والسلاحف والحيوانات البحرية، ده بياكل الطيور، يعني أساسا ممكن طائر يكون معدي بيخطف سمكة ياكله بالسمكة بتاعته، معندوش أي مشكلة، ولأنه حيوان بحري فهو يقدر إن هو يعيش فوق سطح المية طول الوقت معندوش مشكلة، ويقدر ينزل لأعماق المية، بس هو مش بيحب المية العميقة، هو بيرتاح في المية الضخلة زي ما شايف بقه. يعني كم الهبد اللي الواحد بيسمعه، بيقول لك ايه بقى؟ ان هو عشان درجة الحرارة مرتفعة في البحر الأحمر فهو القرش اتنرفز. ليه؟ هو بني آدم زينا؟ هو مش كده خالص، هو ما اتنرفزش، هو أصلا شهيته مفتوحة، وربنا اداله قدرة على ان هو يرصد أي حركة لتردد منخفض. فما تقوليش ان هو اتنرفز بالحر، ان هو اساسا بيعيش في المناطق المداريه اللي هو درجه الحراره هناك 50 مثلا او 40، وبيعيش في المنطقه المعتدله، يعني يقدر يعيش في درجه الحراره بتاعتنا اللي هي في البحر الاحمر، فما عندوش مشكله في درجه الحراره، مش قصته خالص، هو ما اتنرفزش من درجه الحراره. هو مشكله القروش دي انها معرضه اساسا للانقراض نتيجه ضعف كميه الغذاء اللي بتقدم لها.
السمك قل بالنسبه لهم لان الصيادين بتصطاد السمك، فهو ما عندوش سمك. ده غير ان في سفن من اثيوبيا ومن السودان بتبقى محمله بالخراف السنه دي بالذات، في الشهر ده بالذات من السنه عشان عيد الاضحى، بيرموا خراف، بيرموا خرفان يعني نافقه في الميه. اي هو اصلا عندهم سوء تخزين للحاجه بتاعتهم اساسا. يعني نفسي اعمل لكم فيديو عن كميه التعذيب اللي الحيوانات دي بتشوفه وهي جايه مصر للايه؟ للاضحيه. لكن ده مش موضوعنا، هو بيترمي لما بينفق، فمين اللي بياكله؟ القرش، لان هم اساسا ما لهمش عدد عند الجماعه دول. يعني انت متخيل كميات رهيبه، لان هم اساسا دي شغلتهم. فاللي بينفق بيترمي، الحيوان بياكله اذا شهيته بتتفتح للاكل. اللي بيقول لك ريحه الدم ده جمله يعني مش صحيحه، برضو في ناس قالت انه ريحه الدم حلوه وجميله، لا ريحه الدم ما بتفتح شهيتهم، لا مفيش الكلام. هو اساسا ربنا خلقه بيذاكر التردد المنخفض للحركه، بيرصد الحركه البسيطه لاي فريسه، اي حيوان يقدر يهاجم. اي لو كيس في الميه بيتحرك بيهاجمه طالما عدى على المنطقه بتاعته، وخصوصا انه غالبا بيبقى معاه الصغار بتاعته، فما بيبقاش حابب ان ايه ان حاجه تتاذي منه، فهو بيقدر ان هو يهاجم اي حاجه. اي حاجه بتتحرك في المياه في المحيط اللي عايش فيه بتنرفزه جدا، بيفتكرها فريسه وبياكلها. عشان كده الحيوان ده لما بيفتحوا بطنه بيلاقوا فيها اطارات معدنيه، وبيلاقوا فيها كاوتشات بتاعه السفن، بيلاقوا لوحات ترخيص، بيلاقوا نفايات بني ادمين لبسوهم اكلهم شربهم، نظاره شمس، نظاره غوص، بدله مش عارف ايه، كل ده بيلاقوه في بطنهم، لان هو بياكل اي حاجه في الميه، ما عندوش اي مشكله ياكل اي حاجه حرفيا. ممكن يلاقوا في بطنه احيانا صخور، هو عنده شهيه مفتوحه لاي حاجه بتتحرك، لذلك هو قادر على اكل السلاحف والفقمه والسمك كبير وصغير بالاطنان، وبياكل الطيور، يقدر يتناول طيور لان هو اصلا بيعيش على سطح الميه، ده عنده رئتين ما عندوش مثانه هوائيه زي السمك، ما يقدرش يطفو، هو بيعوم على مسافه منخفضه بس مش ضحله، يعني بيعيش في الميه ايه في الميه الضحله، مش بيعيش في الميه العميقه، ما بيخشش جوه العمق خالص عشان ما يقدرش يتنفس. هو اساسا التنفس بتاعه الرئه للهواء، وعلى ظهره في خياشيم صغيره عشان تتنفس في الميه، سبع فتحات غصفيه عشان يعرف ياخد ايه ياخد نفسه. فهو دي مشكله سمك القرش، هو اساسا بيحب يهاجم اي حاجه بتتحرك قدامه، عشان كده هاجم السائح ده وقتله، لكن هو مش عايز يقتله، هو مش له مزاج لكده. احنا الغلطه الوحيده للناس دي ان هي بتخش في المياه الاقليميه بتاعه القرش، هو مربي مكانه دي منطقته، ما تجيش انت عنده، لان هو هنا انت بتهاجمه، هو بيفهم ان انت بتهاجمه. اللي بيقول لك بص في وشه واعمل له كده وزقه من بايدك كيلو ايدك في وشه، لا طبعا، لان هو اساسا انتوا عارفين ان القرش ده حجمه بيوصل لسبعة متر. القرش اللي احنا لقيناه التايجر ده يعمله بتاع 5 متر او 4 متر، انما القرش اساسا التايجر بيوصل لسبعة متر، انت متخيل؟ هيبص لك انت في عينك او تبص له انت في عينه وتعمله كده بايدك، انت هتلاقي انت هتجيب بقه ازاي؟ مفيش الكلام ده، كل ده هري. الحيوان اخرته ان هو هياكلك، فانت لما تشوفه تتشاهد وخلاص، يعني لو لا قدر الله رحت عنده قول اشهد ان لا اله الا الله. حيوان القرش مده الحمل بتاعته الانثى من 14 ل 16 شهر، بيبدا الحمل دايما في شهر يناير. مده الحمل دي انت شايفها من 14 ل 16 شهر كبيره، ولكن العمر ده اساسا ولا حاجه جنب قروش تانية انقرضت اساسا زي قرش المال وديون، وده بيفضل حامل لمدة 18 سنة. القروش اساسا رغم انها من الحيوانات المفترسة ولكن بيخاف من الدولفين. ليه؟ لان الدولفين عنده مناخير طويلة كده بيضربوا فيها بسعنفته بيسبب له ضرر بالغ، عشان كده هو اول ما يشوف الدولفين بيبعد عنه، وتلاقي الاماكن اللي فيها دولفينز ما فيهاش قروش، رغم ان الدولفين حيوان مش كبير اخره 2 متر، وبالتالي القرش ممكن يتغذى على الدولفين،
ولكن ده بالنسبه للقرش بيبقى مغامره كبيره، لانه حتى لو حاول يهاجم الدولفين من الخلف، الدولفين جسمه مرن، عنده هيكل عظمي مرن جدا، فيقدر في ثانيه يلف ويديله ايه على وشه بالانف الطويل دوت. فبالتالي هنا في خطوره على حيوان القرش، وبناء عليه ما بيهاجمش القرش حيوان الدولفين الا في حاله واحده، لو 7 8 9 10 15 قرش، وده ما بيحصلش عشان هم اساسا قربوا على الانقراض. القرش الطائر ده هو الوحيد المتبقي من جنس القروش جاليو سيردو، والنوع دوت تحديدا من القروش اساسا جاي لك من القرون السحيقه من ملايين السنين، ولكن نتيجه نقص الغذاء بدأوا ان هما ينقرضوا واحد ورا التاني. ده غير ان الانسان برضو ما تنساش الصيد الجائر في البحار والمحيطات، وعلى فكرة القروش اساسا مكانها المحيطات، يعني غالبا القرش ده جاي من رحلة سفر جاي يستجم عندنا في مصر هنا، لان طبعا زمان درجة الحرارة هناك في المحيط الهندي عالية جدا، فجاي هنا يريح يومين تلاتة يصيف عادي زيك يا عم السائح، انت امريكاني او انجليزي او ايا كان، فهو مش جاي عشان يهاجمك، انت بقى فاهمه غلط، حاجة ترجع له. هو بيبقى غالبا جاي يلد ويرعى صغاره في المنطقه ديت، لان الجو بيبقى يعني متلطف شويه في البحر الاحمر. اوعى تفتكر ان القروش موجوده بس في البحر الاحمر، لا، القروش موجوده في البحر المتوسط. ده البحر المتوسط فيه 47 نوع من القروش، فيهم 15 نوع اشرس كتير من قرش التايجر، وقرش التايجر احيانا بيعيش في البحر الاحمر، وان كان في البحر المتوسط، وان كان اكتر القروش اللي بتعيش في البحر المتوسط قرش الطور والقرش الببري. والقرش الببري ده لونه زي الببري اللي هو لونه تحسه بري كده، اللي هو لون البينك، هو من فصيلة البينكيات، وفي قروش لونها بينكي اللي هو لون الوردي، في قروش كده ما تضحكش على كلامي، هو اساسا بيبقى من مقرقط كده مزق، وان كان هو من القروش الخطيره. اخطر انواع قروش في العالم هو قرش الثور، القرش البري، قرش البل بيسموه بال شارك، والقرش المحيطي الابيض. القرش المحيطي الابيض ده هو بيتشارك اساسا مع القرش بتاعنا اللي هو اللي قتل السائح، قرش التايجر، الاثنين بيتشاركوا مع بعض الحياه في البحر الاحمر، عايشين في البحر الاحمر مش كتير. قرش الثور ده شكله وحجمه فظيع برضه، بيعدي 5 متر، ومن القروش الضخمه جدا، ومش ما انقرضش لسه، بس هو الميزه الوحيده فيه اللي هو مش بيخليه يظهر عندنا او يضايقنا في البحر الاحمر او في البحر المتوسط، هو يقدر يعيش فتره اطول في المياه العميقه. التاني ما بيحبش المياه العميقه، بيحب المياه البحر، انما ده يقدر يعيش في المياه العميقه وتمام بيبقى مبسوط. ايه الاول لما بيطلع؟ امتى بيطلع في المياه الضحله؟ لما بيكون معاه صغاره. غير كده هو عايش في المياه العميقه، ماشي، بيقرأ كام سلحفاه على كام، عايش حلو. لو هاجمك قرش تعمل ايه؟ لا، ما تعملش حاجه، زي ما قلت لك استشهد، او يبقى معاك بدله غوص. ليه؟ لان بدله الغوص اساسا ما بتتشافش، هو ما بيشوفهاش، لان هي لونها ازرق بدرجه معينه، هو القرش في درجه معينه في الازرق ما بيشوفهاش، هو اساسا ما بيشوفش زينا، هو بيشوف الاشكال المتباينه، يعني ما بيشوفش البني ادم بني ادم والخروف خروف والسمكه سمكه، لا، هو بيشوفها حاجه بتتحرك جنبه بتاخد شكل معين، فبيبدا ان هو ايه يهاجمها. في 2013 شركه سمارت مارين سيستم قررت ان هي تعمل بدله بشكل يخوف حيوان القرش، خلتها بلون جسم الحوت الازرق، على اساس ان القرش بيميز الالوان، صحيح ما بيميزش الاشكال، يعني ما بيعرفش يميز، ما عندوش القدره ان هو يشوف الملامح بتاعت البني ادم زي العين بتاعتنا احنا، لكن هو بيشوفها كشكل هيكل، فهو خلاها له لونها مزرق بنفس درجه لون القرش، لون الحوت الازرق، عشان يخاف منه ويبعد. بالمناسبه الحيتان نوع من انواع القروش اساسا، يخاف من البدله بتاعت الغطاس، بس كده خلاص.